حامل لوصف الكمال المطلق ولصف التهاب والخير. الله عليه فتلقن ذلك الجمال الميمون في الاسلام الكريمه والبطون، فما من صلب ضمه الا صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروده ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وحصصت به من حصصت. صلى الله عليه وكان مستقره في الأسلاب الفاخرة وأرحام الشريفة صلى الله عليه. حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا الأفكار وبنى. صلى الله عليه. فتعلقت همة الراقب بهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه وسلم. فأنا تعرف الأقلام عن شرور خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على أبر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماء أوصافها العظيم. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النبي.